حاجه اديت لزمايلكوا لزميلكوا فيديو يديه مندوب الدفعه يعمل له ابلود اللي كنت قلت لكم عليه. دي وقت ان شاء الله يا جماعه استحملوا خطي شويه. وبعدين المحاضره بتاعتي النهارده دي مش مكتوبه في الكتاب. الكومبارتمنت هي اللي مكتوبه، فمحاضره النهارده كده شويه مفاهيم فاكتبوا ورايا. دلوقتي يا جماعه عايزين نفهم يعني ايه ديفرنشال ايكويشن. تمام؟ خدتوها في اعدادي هندسه. صح؟ هي الديفرنشال ايكويشن لازم تبقى دي واي باي دي اكس، لازم تتسمى دي واي باي دي اكس، مش لازم. انا عايزكم الرياضه الرموز ما يعني تبقوا عارفين هي بترمز ايه وتمشوا معاها. طيب لازم تبقى دي اكس باي تي تي، اي رموز. فانا لو جبتها لكم في الامتحان دي اوبساي ودي سيتا عادي، ما تكتبهاليش ايه بقى واي واكس وتقولي ده غلطه بسيطه. صح كده؟ طيب يعني ايه ده first derivative؟ التفاضل الاول. كان الديفينيشن بتاعه ايه؟ ان واي بتتغير مع اكس، فكان الديفينيشن بتاعه واي اكس بلس دلتا اكس ناقص واي اوف اكس على دلتا اكس. فاكرين؟ ما هي الحته اللي فوق دي ايه؟ واي كانت باكس، كانت واي اوف اكس، بقت واي اوف اكس زائد دلتا اكس. يبقى الحته دي عباره عن ايه؟ دي واي تلتا واي، فيعني هي دلتا واي على دلتا اكس. امتى بقى؟ طب ليه ما كتبناهاش دلتا على دلتا وكتبنا دي على دي؟ لان واي بتتغير كونتينوس مش كل تلتا اكس. الواي بتتغير كونتينوس مش كل تلتا اكس، فبنقول انها بتساوي الليمت لما تلتا اكس تقول للصفر، انها ايه؟ هي كونتينوس. تمام؟ طيب ده first order differentiation. تمام؟ احنا اتفقنا في الموديلنج اغلب differential equation بتبقى first order differential equation. اغلبها بتبقى first order، وعشان كده التاسك اللي اديتها للباشمهندسين انهم يجيبوا لي كام معادله لكل equation. تمام؟ فهتلاقوا ان هي خلي بالكم من حاجه، second order differential equation تتفك بكام first order؟ باتنين. الثيرد اوردر ديفرنشال ايكويشن تتفك بكام؟ بثلاثه. خدتوا ما يسمى الستيت
equation. خدتوا state equations؟ ايه هي؟ capital X X the vector X dot يساوي AX plus B U. خدتوها؟ ايه هي ده ايه؟ ده الستيت فيكتور. الاكس ده الستيت فيكتور، اكس واحد اكس اتنين اكس تلاتة اكس دوت اكس واحد دوت اكس اتنين دوت اكس تلاتة دوت. دي بنسميها السيستم ماتريكس، دي بنسميها الانبوت فيكتور او ماتريكس لو في اكتر من انبوت. ده الانبوت، فهي دي كذا ديفرنشال ايكويشن فيرست اوردر بنحطها في صوره ايه؟ ماتريكس. ما يقول لك مثلا ايه البعد الثلاثي والبعد الثماني. الثماني يعني ايه؟ ان عنده 8 ستيتس، تمام؟ فهي دي نفس الفكره، ده ماثيماتيكال موديل برضه. خدتوا ازاي يبقى عندكم differential equation second order and give their state equations؟ مثلا دي واي باي دي اكس بس second order. بتحط اكس واحد بكام؟ باكس، واكس اتنين بكام؟ باكس دوت. فاكرين؟ فيطلع لكم معادلتين في اكس معادلتين فيرست اوردر في اكس واحد واكس اتنين، تمام كده؟ طيب طيب فدلوقتي لو عندنا واحد على ان مثلا دي ان باي تي تي يساوي كي ان. انا بحاول اغير لكم في الرموز عشان تعرفوا ان الديفرنشال ايكويشن مش لازم واي اكس وكده. فعندكم دي ايه اسمها ايه؟ فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن، الكتابه بتاعتها ناقصه حاجه. نعم؟ الباشمهندسه بتقول بلس سي. ما انا بقول لكم انتوا شايفين الصوره مهزوزه، هي هيجي بعد كده بلس سي لما بتحلها. لكن انا بكلمكم دلوقتي السؤال، هل الديفرنشال ايكويشن دي صح ولا لا؟ وهتكتبوها لي في الامتحان كده وهحسبها غلط وتقول نسيت اصلحها. تتصلح بإيه؟ بـ initial condition n of t 0 يساوي n نوت. ده عبارة عن initial condition، صح كده؟ فالانيشال كونديشن جزء من الفيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن. باشمهندس لو قلت لك تكتب لي ديفرنشال ايكويشن بتاع السيستم ده، تمام؟ او شوف بعيدها كم مره. فيبقى دي ان باي تي تي بتساوي كي ان، ولازم انيشال كونديشن. عايز تاخد تي زيرو كحاله خاصه بزيرو، ماشي. عايز تكمل ب تي نوت، اعملوها هوم ورك وشوفوا الفرق هيطلع ازاي. تمام؟ فده بيوصف السيستم داينامكس
in differential equation. عارفين تقرون كده يا جماعة؟ in differential equation form. يبقى دعوا ناخد كلمة dynamics. dynamics يعني ايه؟ لا خليك خليك. dynamics. dynamics يعني ايه؟ يعني تغير. الديناميكس بتاعت السيستم. التغير بتاع السيستم. ان بتتغير مع التايم ازاي؟ بس في صورة differential equation. لو طلبت نفس السيستم dynamics in algebraic form in algebraic form في صورة الجبر الجبر هو ايه؟ عشان ما تكونش واضحة هنا في صورة الجبر. فلو طلبت equation دي معناها ايه؟ انا عايز ان function في t بتساوي ان function في t دي اسمها algebraic فورم دي بتاعت الجبر. لكن لو عايزها في صورة differential equation هتبقى كده. فدي بتعبر برضو عن السيستم dynamics. دي ليها initial condition؟ ما لهاش. يعني ان اوف t بيساوي مثلا اي حاجه بقى e اس ان اهي معادله رياضيه. فتشوفوا انا طالب ايه. تمام كده؟ طيب. ازاي نحل differential equation دي؟ ايوه في ناس حافظه الحل. لا انا ما بحبش تحفظ، انا هناخدها في ايه؟ في خطوتين. ايوه في طريقة اسمها ايه؟ ايوه separation of variable. separation of variable يعني ايه؟ عايزين نفصل ال variables. عندك كام variable هنا؟ اتنين. فنجيب ال n في ناحية دي n by n يساوي k dt. خلوا بالكم من حاجة مهمة قوي. الكي دي الدايمنشن بتاعها لازم تكون ايه؟ الدايمنشن هي اليونتس بتاعتها. مش الدايمنشن بتاعت المعادله اليمين بيساوي الدايمنشن بتاعت المعادله الشمال. فدي ان مثلا ان عدد، فعدد بين تايم وهنا عدد، فيبقى دي ايه؟ واحد بير تايم. سواء بقى انتم مستخدمين بالسكند، بس خلي بالكم سواء مستخدمين بالسكند مش بس يعني شوفوا انتم مستخدمين بايه. لان دي ان دي فانكشن في التايم. ان دي فانكشن في التايم. فلو حاطين الكي واحد بير سكند ان اوف تي، تي هتبقى بايه؟ بالسكند مش بالمينت. لو حاطين ال k واحد بير مينت ان هتبقى بايه؟ ان اوف تي، تي هتبقى بايه؟ بالمينت.
صح كده؟ طيب separation of variable. بعد كده بنعمل تكامل، نكامل ايه الطرفين. دي ان بتتراوح من ايه؟ او تي او بتتراوح من صفر لتي تي. الهوم ورك انتوا تعملوه، لو كانت ان تي زيرو يساوي ان نوت، يبقى هتحطوا الزيرو ايه؟ دي نوت. وهنا لما الزيرو هنا بكام؟ ان اوف صفر، وهنا بكام؟ ان اوف تي. تكامل دي ان على ان بكام؟ التكامل الحاجة ايه هي الحاجة؟ لو فضلتها تديني جوه التكامل. حلو قوي، سايب واحدة على ان سكوير، فاضلها لي. لونج لين لين فلين ان اوف تي. لو فضلت لين يديك ايه؟ واحد على بيساوي، وطبعا من ان زيرو سميناها هنا ان اوف زيرو اهي، سميناها ان زيرو لان اوف تي. بيساوي الكي تطلع بره ايه؟ التكامل. تكامل تي دي ايه؟ تي. لا انتوا مصممين على بلس سي، انتوا مصممين على بلس سي. انتوا انا هقول لك من كام لكام؟ من صفر لتي، صح كده؟ طيب يبقى لين ان على ان زيرو ناقص لين ان زيرو يساوي كي في تي ناقص زيرو. خلي بالكم لو كانت تي نوت هتبقى ناقص تي نوت، صح كده؟ طيب لان ان ناقص ان زي ان نوت بكام؟ ايوه دي تبقى لان ان على ان نوت بيساوي تي. نعم؟ كي تي نشيل لين ازاي؟ ناخد اكسبوننشال، يبقى ان على طول بتساوي ان زيرو اي اس كي تي. خلي بالكم لو كانت الزيرو دي تي نوت يبقى تي ناقص تي نوت. تمام؟ طيب ادي السوليوشن. يبقى دي بتوصف السيستم دايناميك في الجبريك ايه؟ فورم. فادي التي سي بقى، التي بلس سي، التي بلس سي. لا خلاص انت بتقول هنا ان ان مالهاش بقى ايه الحدود دي، اكتب بلس سي وبعدين عوض بانيشال كونديشن، هتطلع لك معادله في كام مجهول؟ ليه مجهولين ايه؟ السي لما تي بتساوي صفر اهي
او بلس سي. لما دي بتساوي صفر يبقى لين ان نوت، يبقى سي بتساوي ايه؟ لين ان نوت، هتيجي هنا وتتقسم وتتعد. فهمتوا بلس سي يا جماعه؟ تمام. فادي فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن. سؤال بقى، خلونا نرجع تاني لفيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن دي كده. فانكشن مش لازم كي ان، دي فانكشن اوف ان. فانكشن اوف ان دي اما تطلع بوزيتيف او نيجاتيف او زيرو. يا بوزيتيف يا نيجاتيف يا زيرو. تمام كده؟ طيب دي ان باي تي تي بتساوي زيرو، يعني ان بتتغير مع التايم، معدل تغير ان مع التايم بصفر. دي معناها ايه؟ ان ان بكونستانت. ثابته ملهاش دعوه بالتايم، ما بتتغيرش مع التايم. ممكن تتغير مع اوبساي، بس انا دلوقتي عايز تغيرها مع التايم. فاذا ان بتبقى كونستانت. تمام كده؟ طيب دي ان باي تي تي بتساوي بوزيتيف، معناها ايه؟ ان كل ما التايم بيزيد كل ما ان بتزيد. مش احنا قلنا ده تلتا ان على تلتا تي فبوزيتيف، تلتا فلو تلتا تي بتزيد يعني بوزيتيف، يبقى تلتا ان ايه؟ هتزيد. فالكيرف يبقى ماشي ايه؟ حاجه بالشكل ده، واخد اي شكل. تمام. طيب يعني لو كانت كي ان مثلا، لو دي لو كانت الكي دي كي ان، لو كانت الكي بوزيتيف تطلع شكلها ايه؟ بتزيد. ده كي بوزيتيف تطلع بتزيد. لو ده ان اهو، قلت لكم اكسيز تكتبوا عليه ايه؟ تي. لو كان اكسيز اهو كي نيجاتيف يبقى بتقل اهو، باديه من ان زيرو قاعده تزيد، وباديه من ان زيرو بتقل. فدي معنى ان دي دي ان باي تي تي بوزيتيف، ودي ان باي تي تي ايه؟ نيجاتيف، ودي ان باي تي تي ايه؟ زيرو. تمام كده؟ فده محتاجينه من الديفرنشال ايكويشن، المفهوم بتاعها، السوليوشن بتاعها، وزي ما قلت لكم هتشوفوا في البيبرز. يبقى زود الديفرنشال هي لا مش خلينا ماشيين على ورقة الريبورت. طيب نيجي بعد كده بقى لإيه؟ احنا خدنا في ماثيماتيكال موديل ازاي تبني موديل، وقلنا دي مش طريقه وحيده وما بتديش موديل واحد بس صحيح، وازاي نعمل فيتنج ونجيب قيم البارامترز، وازاي نعمل بلاك بوكس او ديسكريبتيف موديل، وازاي نعمل انالوجي نوديه في حته ثانيه في الكهرباء ونجيب الديفرنشال ايكويشن بتاعته.
في كمان ابلكيشنز مهمة جدا 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 في البيوميديكال موديلنج. الابلكيشنز دي كل ابلكيشن هتلاقوه في كتاب لوحده. يعني الشابتر اللي انا منتهيكم مجمعه في شرح واحد، انا قلت لكم مسميات دي يعني بتاعت العلوم، العلم كله اوضه وصاله، فمسمى يعني ما تفتكرش ان المسمى يعني مقتصر على حاجه. تمام. طيب في كلمة population وفي كلمة compartmental. compartment population يعني ايه؟ population تلاقوه في كتب، تلاقوه كلمة ecology بتوع علوم يفهموا فيها قوي. compartmental حجرات، يعني لما تيجوا تترجموها هي نماذج الحجرات. compartmental models نماذج الحجرات. تمام. البوبوليشن بنسميه ايكولوجي. علم الايكولوجي الديفينيشن بتاعه ايه بقى في كليه علوم؟ هي دراسه كائن معين او نبات معين او بوبوليشن معينه. البوبوليشن اي حاجه بتتعد وفي احتمال ان يحصل لها حاجه، يعني بتجاوب على سؤالين عددها كام وفي احتمال ان يحصل لها ايه حاجه. لكن الايكولوجي عام شويه. ايه علاقه حاجه بالبيئه اللي حواليها؟ زي ايه مثلا؟ يقول لك في الصحراء او المحميات الطبيعيه ممنوع صيد اخزاز. ليه؟ لان لو درسوا الايكولوجي بتاع الغزال، الغزال يعني ايه؟ هو بيزيد وينقص، صح؟ ف عدده. تمام. فدلوقتي لو كتبنا ان مثلا اوف تي ده عدد الغزال مثلا، خلاص. فانا عايز اعرف دي ان معدل تغير ان ده مع التايم بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا زيرو. صح. يعني هنا بوزيتيف يعني بتزيد، كل ما تي بتزيد ان بتزيد، ونيجاتيف يعني بيقل، وزيرو يعني بيفضل ثابت. طب لو عايزين نكتب الموديل بتاع دي ان باي تي تي ده بتاع الغزال مثلا، في حاجات بتزود عدد الغزال وفي حاجات بتنقص عدد الغزال. فالحاجات اللي بتزود نحط لها هنا ايه؟ بلس
والحاجات اللي بتنقص نحط لها ايه؟ ماينس. ايه الحاجات اللي بتزود؟ الولاده بيرث ريت، فنقول له بلس بيرث ريت مثلا بلس بي في ان بيرث ريت في عدد موجود، يبقى ده هيولد كذا او الريت بتاع ولادته كذا، فده هيزود. تمام. طب ايه الحاجات اللي بتنقص؟ برافو عليك، وبرافو عليك. الصيد هينقص. الحيوانات المفترسه من الايكولوجي علاقه غزال بالبيئه اللي حواليه، تمام، هتنقص. الموت ديث ريت، تمام، فهتنقص. المجاعة لو حصلت هينقص. الساعة السكر، فده علم الايكولوجي. فيجي يقول لك لا، طب ويشوف المحصلة بتاعت البلاصات وبتاعت الماينس. لو بوزيتيف اسمح بالصيد، لقوها نيجاتيف لا امنع الصيد بقى، والا ده مع الوقت هيحصل له ايه؟ لو نيجاتيف هينقرض، هيوصل الزيرو في الاخر وينقرض. تمام. فانا مش عايزه ينقرض، فعشان كده بيمنعوا صيته مش غلاسه. فده اسمه علم الايكولوجي، علم احياء، معرفش بيسموه ايه في بالعربي. تمام. فنيجي دلوقتي الى مثلا الساعه السكر البوبليشن بقى، ايه بقى الحاجات اللي بتتعد واحتمال يحصل لها حاجه في البيوميديكال؟ قول انت. البوبليشن السكان، حاجات بتتعد، الخلايا، الجينات، مش الجينات بتنقسم والخلايا بتنقسم؟ تمام. لو مثلا فور اكزامبل في سرطان، الخلايا بتنقسم بطريقه خلاف الخلايا العاديه. الخلايا العاديه لو حصل جرح هتنقسم، بس هتنقسم على طول؟ لا، لغايه ما تغطي الجرح، وبعدين دي ان باي تي تي بتاعته تبقى ايه؟ بصفر. تمام. الجينات، الكروموزومز، طيب مثلا الخلايا، في احتمال انك انت خلايا سرطانيه تهاجمها بالراديشن، راديو ثيرابي. فالراديو ثيرابي يقول لك مثلا 70% من الخلايا هتموت بالدوز اللي هو 200 رات. 70% ايه؟ هتموت. فال 70% دي ده probability ان الخلية تموت، وهتلاقوها في الفيديوهات بتاعت السيميليشن. تمام. فاذا كل الكلام ده عبارة عن ايه؟ population. طب مثلا لو عايزين نعمل موديل للساعة السكانية، وكانوا عملوها من جزء من فترة، الساعة السكانية يقول لك عدد السكان كام. تمام. ما برضو فيها بيرث ريت وفيها ديث ريت، وفيها منظومة صحية متقدمة ولا مش متقدمة، وفيها منظومة صحية مش متقدمة، وفيها وفيها وفيها، وفيها انفايرمنت حواليها، الصقيعة، الأمراض الوراثية. نعم.
حوادث بمرفع عريض في بلد بتفرق عن بلد تانية، تمام؟ فبيشوفوا بعد كده بوزيتيف وبوزيتيف قد ايه ولا نيجاتيف. تلاقي مثلا في اوروبا بتبقى بالنيجاتيف او نتكلم عنها بعد شويه. طيب فالساعه السكانيه يقول لك خلاص بقى تقدر تتوقع. ما احنا قلنا فايده من فوائد الموديل انك تعمل بريدكشن، فتقدر تتوقع بعد 5 سنين هتبقى كام، تمام؟ يجي الساعه السكانيه يعملوها، يجي حاجه زي الكورونا، وباء او حرب يحصد. دي متاخده، احنا كنا قلنا ايه في الاسامبشن بتاعت الموديل، اسيوم ان بيغير عدد البوبيليشن كذا وكذا وكذا، وبنهمل الوباء مثلا. يعني ممكن تهمل فور اكزامبل انفلونزا، لكن لما يجي حاجه زي كورونا انت ما خدتهاش في اعتبارك، فلازم تغير الموديل وتحط ايه الكورونا في اعتبارك، صح؟ فحاجه زي الزلازل لو بقت متكرره او كده لازم تدخلها في الموديل ايه بتاعك. طيب فبوبليشن ممكن نعتبرها ايه؟ السكان ممكن نعتبرها وان كومبارتمنت، يعني ايه؟ فئه كده كلها على بعض. فده نموذج الحجرات، فده بنسميه وان كومبارتمنت. تمام؟ ده وان كومبارتمنتال موديل. يجي الهدف بتاعك من بناء الموديل بتاع السكان يتغير. ليه بقى؟ انت مش عايز تعرف اجمالي عدد السكان بس، عايز تعرف الاطفال والشباب والشيوخ دولت هيبقوا كام ودولت هيبقوا كام ودولت هيبقوا كام، تمام؟ عشان تعرف الاطفال تبني لهم مدارس قد ايه بعد 5 سنين، والشباب تجيب لهم وظائف قد ايه بعد 5 سنين، والشيوخ تبني لهم مستشفيات قد ايه بعد 5 سنين. ففي الحاله دي مش هتاخد البوبليشن ك وان بارت، فممكن ناخد الاطفال الشباب الشيوخ. فدي بنعتبرهم، في ناس بتاخد البوبليشن ككتاب لوحده وكده، بس هي نفس الكلام. بيعتبروا دي بقى مش كومبارتمنت، بيعتبروها ايه؟ يعني تفتكروا بيعتبروها ايه؟ بوبليشن واحد، بوبليشن اثنين، بوبليشن ثلاثة. لكن هي فكرة الكومبارتمنتال برضه. ليه؟ لأن هتلاقي سهم الأطفال هيبقوا شباب، والشباب هيبقوا شيوخ، وفي كل واحدة منهم طالعة دس، تمام؟ والشباب بس هو اللي عنده البرس، اللي هو الولادة، ما هي دي هتزود في عاداتهم، فهتزود في عاداتهم هتخرج منهم لا هتزود في عاداتهم، يبقى بس هتجيب ايه اطفال. فده برس. والتلاتة دولت الدس، الدس في كل الأعمار، فيبقى طالعة هتنقص
صح؟ وبعدين بنس وديس، وبعدين الشباب هيبقى بنس هتروح للأطفال. في حاجة تانية؟ فالأسهم دي هتساعدك في كتابة differential equation. لو هنقول للأطفال إن واحد، يبقى ندخل الحاجات اللي داخلة تبقى بالبوزيتيف، والحاجات اللي خارجة تبقى بإيه؟ بالنيجاتيف. فنعرف نكتب differential equation لكل واحدة فيهم، تمام؟ فدي هي كومبارتمنتال. فعشان كده هو البوبليشن بيتعامل بنفس طريقه الكومبارتمنتال، بس دي بتعبر عن حاجه ودي بتعبر عن حاجه. الكومبارتمنتال بقى هي نفس النظام، بيعبر عن ايه بقى؟ الكومبارتمنتال حجرات. مين اللي ما كتبش اسمه في الغياب؟ طيب اكتبوا ورقة بغيابكم. الأربعة اللي كتبوا ما يكتبوش تاني. الكومبارتمنتال هو الشابتر أو الثمان صفح اللي معاكم، يبقوا هاتوهم معاكم يا جماعة عشان نشرح منهم. الثمان صفح اللي معاكم بيتكلم على الكومبارتمنتال، بس هتلاقي اكزامبل في الآخر على البوبليشن. فهي بيتكلم على ان في هنسميها كومبارتمنتس، هنسميها بلوكس، طالع منها اسهم وداخل عليها اسهم. فلما تيجي تكتب الديفرنشال ايكويشن بتاعهم، الاسهم اللي داخله تبقى ايه؟ بالبوزيتيف، الاسهم اللي خارجه تبقى بالنيجاتيف. تمام كده؟ طيب الكومبارتمنتال اساسا بيستخدم في البيوميديكال بكثره فيما يسمى بالفارما، ده علم في صيدله. فارما يعني ايه يا جماعه؟ فارما كاينتك. وبقى في قسم الفارما كاينتك في الصيدله. الفارما كاينتك عباره عن ايه دلوقتي؟ الفارما كلمه فارما يعني ايه؟ نعم؟ صيدليه. فارماسي صيدلية، فارما أدوية، تمام؟ كاينتك، إحنا لسه شايفين السيستم داينامكس اللي هي الحاجة اللي أنت بتدرسها بتتغير إزاي مع التايم، تمام؟ فأنت دلوقتي لما بتروح تشتري دواء أو لما بتجرب دواء أو لما بتشتري دواء وتشوف الورقة اللي جواها، تمام؟ بتلاقي كرف كده دي، وهنا concentration، الكونسنتريشن بتاع الدراج فين؟ في الدم. وتلاقي كرف مثلا ماشي كده مثلا. بتشوفوا الكرفات دي؟ ما هو انت اول ما بتاخد الدواء الدوز بتاعه بيبقى في الدم عالي، وانت عايز توديه لمكان معين مثلا. فور اكزامبل مثلا يعني كدني مثلا. خلاص؟ أو كده كبد مثلا، عايز توديه للكبد
طيب فانا عايز اشوفه هيوصل عايز اشوف جوه الكبد الكونسنتريشن بتاعه هيبقى قد ايه مع الطين. اول ما بتاخد الدواء بيمشي في بتاع الدمويه دي الدوره الدمويه ويوصل الكبد بدوس عالي في الاول صح كده، وبعدين الدوز هيبقى ثابت بقى على طول هيفضل في الكبد ويبقى ثابت على طول ولا هيروح فين؟ ما احنا قلنا الدواء المدخل بتاع ايه الحاجات اللي بتدخله؟ حاجات بالزائد اللي عاملها بالزائد، ايه الحاجات اللي بتنقصه؟ الدواء هي البرشامه اللي بتدخله بس صح؟ تمام؟ طيب ايه الحاجات اللي بتنقصه؟ لما بيروح الكبد بيفطر في الكبد كده على طول؟ نعم؟ اكتر حاجه يورين، مش الكلى بتتخلص من الحاجات دي؟ فهتلاقي سهم طالع جاي منين؟ من اليورين يعني طالع. فالدوز بيقعد يقل يقل يقل، فعشان كده يقول لك في دواء خده كل ست ساعات، لانهم عارفين ان بعد ست ساعات الدوز مش هيبقى كافي فتديله دوز جديد صح؟ ما مين بيحدد الست ساعات والثمان ساعات ودي حبايه في يوم بس ودي كده؟ ان الكونسنتريشن بتاعه في الدم بيفضل ثابت يعني كويس لغايه ما ينتهي، بينتهي من ايه؟ من الكلى. تمام؟ ف دلوقتي فدي فارماكينيتك. السؤال بقى مهم قوي، الكرف ده تعرف تقيسه معمليا على السيستم الحقيقي هو الانسان؟ نعم؟ هتقيسه في الدم ولا في أي حته في الدم؟ ولا في اورجن معين؟ صعب ولا سهل؟ صعب. فبتبنيه الموديل. موديل شكله ايه؟ كومبارتمنتال موديل، ومنه هيبقى ديفرنشال ايكويشنز، وتحل ديفرنشال ايكويشنز وتستندج ده، وتستندج ايه؟ ده. ف تعالوا نتخيل ادي كومبارتمنت واحد وادي كومبارتمنت اتنين اللي هو الاورجن نفسه. انت اديت برشامه هيروح على كومبارتمنت واحد، ممكن تقول كومبارتمنت واحد بقيه البودي. كومبارتمنت واحد ايه؟ لما بقيه البودي. تمام؟ وكومبارتمنت اتنين الاورجن. صح؟ فبقيه البودي هيدي كومبارتمنت اتنين، وهياخد من كومبارتمنت اتنين هتروح الكلى. تمام؟ وزي ما باشمهندس قال الامتصاص، يعني هتلاقي هنا طالع برضو اوتبوت الامتصاص او الميتابوليزم هتغير خصائصها، هيتفاعل ويغير خصائصه. تمام؟ فهتقل في اسهم تانيه.
ايوه، فما فيش اسهم تاني. طب في غلطه في الموديل ده، ده تو كومبارتمنتال موديل. هو هو هيخرج من هنا كده، ده يورين. في غلطه في رسم هذا، في الرسم ده. نعم، لا هو بيرجع للدوره الدمويه اللي بتفوت على بقيه اجزاء الجسم. سؤال هنا بقى كده، معناه ايه؟ الدراج داخل باستمرار، يعني كانك معلق له محلول، لو معلق له محلول في الدراج ده يبقى داخل باستمرار، يبقى الرسمه دي صح. تمام؟ لو داخل باستمرار يعني معلق محلول في الدواء، والدواء قاعد يدخل 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 يدخل، يبقى الرسمه دي صح. لكن في حاله برشامه، البرشامه بتاخدها قد ايه؟ دي بتساوي صفر. فتبان في الديفرنشال ايكويشن ايه؟ انيشال كونديشن، ما تبانش في الديفرنشال ايكويشن نفسها، تبان كانيشال كونديشن. انتوا عارفين عامله زي ايه؟ عامله زي ادي مكثف وادي مقاومه. تمام، انت شحنت المكثف شحنه وبعدين سبته يفضي، خلاف لو حطيت له فولتج سورس وبيشحن على طول المكثف وسبته ايه؟ يفضي. الفولتج سورس ده اللي هو الرسمه دي، اللي هو انك معلق له محلول. الرسمة التانية ان الكباستور انت بتحط له شحنة اللي هي ايه؟ البرشامة. تمام؟ وبعدين سبته يفضي في المقاومة. تمام؟ والتفضية في المقاومة دي لما بتكتب الديفرنشال ايكويشن بتاع دي يا جماعة، انيشال تشارج ولا انيشال فولتج بيبان فين؟ في انيشال كونديشن، ما يبانش في ايكويشن. تمام؟ فهنا في الحاله زي دي ما يترسمش ده. تمام كده؟ طيب سؤال مثلا يا قلب، لو عايزين نعمل له موديل، برضو هنا الاسهم دي يا جماعه، اسهم حركه ايه؟ نعم، حركه الدواء في الدم وليس حركه الدم. انا ما يهمنيش حركه الدم، لان احنا بنعتبر حاجه في السمبليفيكيشن ان الكومبارتمنت في الكومبارتمنتال موديل ان ليها فوليوم ثابت. تمام؟ فوليوم ثابت معناه ان اللي داخل من الدم بيساوي اللي خارج من الدم. انا ماليش دعوه دخل كام من الدم وخرج زيهم، انا ليا دعوه الكونسنتريشن بتاع الدواء جوه الكبد. الكونسنتريشن بتاع الدواء جوه الكبد بيساوي الماس اللي هي الكتلة على الحجم بتاع الكبد. صح كده؟ طب يعني الكونسنتريشن بتاع السهم ده
بتاع اني كومبارتمنت. نعم الدواء يعني تعالى نعتبر هنا كونسنتريشن سي واحد وهنا سي اتنين. الكونسنتريشن بتاع السهم ده مش هو دم ماشي فيه دواء، بس انا يهمني الكونسنتريشن بتاع الدواء هو واخده منين؟ من الكومبارتمنت بتاع واحد، فهو نفس الكونسنتريشن بتاع الدواء في كومبارتمنت واحد. ايه هو كميه الدواء في كومبارتمنت واحد على الفوليوم بتاع كومبارتمنت واحد. طب السهم ده الكونسنتريشن اللي هنكتبها في الايكويشن خارج من اتنين، يبقى تبع ايه؟ الكونسنتريشن بتاع اتنين. بس نعرف ان الكونسنتريشن بتاع الدراج في الدم يعني الحركة دي كلها بتاعت ايه؟ الدراج. زي هنا الأطفال لما تروح للشباب، تمام؟ دي لو كتبناها بريت كي، كي مضروبة في عدد الأطفال ولا عدد الشباب؟ في عدد الأطفال. الشباب لما يروح للشيوخ بريت إبسون مثلا، إبسون نضربها في عدد الشباب ولا في عدد الشيوخ؟ في عدد الشباب. واضح؟ فاحنا بنبحث عن الكونسنتريشن بتاع الدراج. طيب نيجي تاني الكومبارتمنتال القلب مثلا، نمثله بكم كومبارتمنت؟ نعم؟ القلب أنا عايز أدرس القلب. لا هندرس القلب كده منفصل. نمثله بكم كومبارتمنت؟ نعم؟ بالظبط. على حسب أنت عايز تدرس إيه؟ على حسب الأوبجيكتيف بتاعك، زي في البوبليشن. درسنا بوبليشن كبوبليشن كاملة. وساعات بنخصصها للأطفال والشباب والشيوخ. صح؟ طيب في القلب ممكن نعمل وان كومبارتمنتال موديل. لو إن القلب الفوليوم بتاعه مش ثابت، وإحنا من الأسامبشنز بتاعة الكومبارتمنتال إن الفوليوم ثابت. لأنه بارسيتنج. فممكن سيرتن أوبجيكتيف بنعتبره وان كومبارتمنت. وندرس اللي عايزين ندرسه. وفي اوبجيكتيف تاني بنعتبره اربعه كومبارتمنت. اربعه كومبارتمنت يعني ايه؟ بطين ايمن، بطين ايسر، اذين ايمن، اذين ايسر، وهكذا. فاذا على حسب الاوبجيكتيف بتاعك انت. وبرده في قلب حركه مش حركه الدم. تمام؟ طيب هذه كومبارتمنتال قلنا بتستخدم في الادويه فارماكاينيتك. في كتب مكتوب فارماكاينيتك بس بتبقى تبع صيدله اكتر. بيستخدم في ايه كمان كومبارتمنتال؟ في الصبغه. عارفين اشعاعات بالصبغه بيروح ياخد مادة مشعة وبعدين يعمل أشعة. تمام؟ فعلى حسب الأورجن مثلا فور إكزامبل الكلى راح لها، أنت عايز تعرف الكلى بيروح لها دم قد إيه؟
عشان تعرف كفاءه كده. فور اكزامبل يعني، طيب هي اشعه هيبان فيها الدم وانت بتعملها كذا على كذا فتره، هي اشعه يبان فيها الدم وتشوف الدم كان راح لها كذا وراح لها كذا وراح لها كذا، يا اشعه ما يبانش فيها الدم. فانتوا عارفين نظريه القطه، درس القطه، القطه لو انت مش عارف تجيبها مش بتعلق في رقبتها الجرس، هل انت بتتتبع الجرس عشان خايف على الجرس ولا عايز الجرس؟ لا انت عايز القطه. فانت لو حقنت صبغه بالدم، اول حاجه صبغه بتبقى مشعه بتحقن كميه صغيره عشان الاشعاع بيأثر على الجسم. اهم حاجه ان الصبغه ما تدفعيش مع الدم وتدي حاجه ثالثه، تمام؟ فهو الصبغه دي هي الجرس، تقدر تعمل لها ديتكشن في الاشعه تشوفها ماشيه ازاي. فطريقه مشيها في الاشعه تشوفها ماشيه ازاي هي طريقه مشي ايه؟ الدم، تمام؟ ففي الصبغه انت عايز تعرف تركيز الصبغه في الاورجن عشان تعرف كفاءه الاورجن بيوصل لها دم ولا ما بيوصلوش دم وهكذا، تمام؟ فبتعمل ايه؟ ما انت لازم تاخد عينات وتعمل، لا بتعمل كومبارتمنتال موديل عشان تجيب الكونسنتريشن بتاع ايه؟ بتاع الصبغه في الدم في الاورجن ده، اللي هو ما بتعرفش تقيسه، تمام؟ برضه بنظام اسهم، بس السهم هنا حركه ايه؟ الصبغه مش حركه الدم، تمام؟ فهي دي برضه من ضمن الحاجات اللي بتستخدم في الكومبارتمنتال نودل بكثره قوي. فانا شايف من وجهه نظري ان البوبليشن موديل هو نفس الكومبارتمنتال موديل، نفس التفكير، نفس الديفرنشال ايكويشن لكل نسميها بقى حجره او حاجه مدوره سواء هنا او هنا، بتكتب لها ديفرنشال ايكويشن بنظام ايه؟ ان التفاضل بيساوي حاجات بالزائد وحاجات بايه؟ بالناقص. فده اللي هو الكومبارتمنتال موديل واستخدامه بكثره جدا في البيوميديكال.